المركز الثالث كان بشعار الفهاد. متابعينا الكرام، البارع فهاد بن سليمان بن عبد العزيز الفهاد، ورابعا المركز الرابع الشبابي علي بن سعيد الخزيمي الصغير العويسي، وخامسا نعود الى التوقيت الزمني ولحظة وصول التوقيت الافضل، يتحطم تحت اقدام متابعينا الكرام بالنظيمة والسريع، يحطم هذا التوقيت 5 دقائق 52 ثانية، 8 أجزاء من الثانية تانين والناموس، بينما التي اتى مع المركز الثاني متابعينا الكرام الاطلس، كان الاطلس هو توقيته الزمني 5 دقائق 53 ثانية بالوفاء والتمام، بينما المركز الثالث كان بشعار الفهاد متابعينا الكرام وتوقيته الزمني 5 دقائق 54 ثانية، جزئين من الثانية، تهانينا والناموس لجميع الفائزين. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، نتواصل ونجدد اللقاء من جديد مع انطلاقه موفقه سليمه باذن الله تعالى، انطلاقه شوطنا من اشواط الخير والعطاء، شوطنا التاسع للابكار المحليه الى المركز الاول، لنجد مع الصداره من حاف، تعود الملكيه لجابر بن صالح بن جابر العامري، من يقدم لنا من حاف مع مقدمة الشوط. ثاني المراكز اللي في المركز الثاني ثمينة، علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري، من يقدم لنا ثمينة مع المركز الثاني. المركز الثالث نجد هناك المسك، هادف بن حمد بن عفصان المنصوري، من يقدم لنا المسك مع المركز الثالث. انتقل مباشرة إلى المركز الرابع، رابع المراكز، من تصل وتتقدم الشامخة، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. خامس المراكز تتقدم في هذه اللحظات ضجة، زايد بن سعود بن حميد الدرعي، من يقدم لنا ضجة مع المركز الخامس في هذه اللحظات. المركز السادس تأتي مباشرة مشاهدينا الكرام وعد جابر بن حمد بن جابر بن حمد البريدي، النقلة مباشرة إلى سابع المراكز شوهين، عبيد بن راشد بن ناصر الدرعي. أما اللي في المركز الثامن تتقدم الغزيل لسعادة حميد بن سعيد النيادي، من يقدم لنا الغزيل. تاسع المراكز الشاهينية، عمران بن حمد بن محمد بن مرحوم العامري. أما اللي في المركز العاشر وختام النداء الأول سمحة، محمد بن صوايح بن سيف الاكتبي. هكذا النتيجة مشاهدين الكرام للعشر من تزين أرضية هذا الميدان من خلال هذه المنافسة لهجن الدار المحليات الأصايل. نعود إلى البداية، لنعود إلى منحاف، منحاف مع مقدمة الشوط مع المركز الأول جابر بن صالح بن جابر العامري، يتقدم الجميع ويقدم لنا منحاف. هناك المركز الثاني الشامخة، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، يقدم هذا الاسم، يقدم هذا الشعار المجازف مع المركز الثاني. ثالث المراكز الشاهينية، بن مرحوم يتقدم بهذا الشعار اللي صال وقال. هناك عمران بن حمد بن محمد بن مرحومه العامري مع المركز الثالث. المركز الرابع تتقدم مباشرة وتغير مباشرة، تحتل المركز الثالث في هذه اللحظات مركزا لها. هناك مشاهدينا الكرام وعد جابر بن حمد بن جابر بن حمد البريدي. هكذا النتيجة. المركز الخامس، خامس المراكز ضجة، زايد بن سعود بن حميد الدرعي، من اللي وصلت، من اللي تقدمت المسك، مطر بن الذيب بن خلفان بقضين النعيمي، يقدم لنا المسك، تأتي مباشرة وتحتل المركز الخامس. المركز السادس هناك مشاهدينا الكرام اللي هي تأتي ضجة، زايد بن سعود بن حميد الدرعي، الوصول الجديد، القدوم من صدى، تركي بن ناصر بن صالح المري، من يقدم هذا الاسم لصدى، أول إذاعة لصدى، وصلة الأسماء، دينة سيل بن هلال بن حمد بن محمد المحرمي، من يقدم لنا دينة. وهناك أيضا المسك، هذا بن حمد بن عفصان المنصوري. هكذا النتيجة،
نعود إلى البداية، لنعود إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول. وعد في يوم الوعد، تعلن الوعد، تعلن الحضور مع مقدمة الشوط، مع المركز الأول. جابر بن حمد بن جابر بن حمد البريدي، من يقدم هذا الاسم، يقدم هذا الشعار، ولع الشوط، صدرت الأوامر، بن مرحوم يتقدم. الشاهينية عمران بن حمد بن محمد بن مرحومه العامري، وهناك منحاف، ولكن مشاهدينا الكرام، الدين هدينا، تتقدم صدى، تأتي صدى، تعود الملكية. من يقدم صدى؟ تركي بن ناصر بن صالح المري، ولكن بن مرحومه أهل مصانع الجنوب. الناموس وين؟ الفوز حاير، ولكن مشاهدينا الكرام، صدى تركي بن ناصر بن صالح المري بدأ يغادر بها لناموس هذا الشوط، للفوز والإبداع والانتصار. نقول مشكور، مشكور، يا سلام، باسم الجمهور، يا مالك صدى تركي بن ناصر بن صالح المري على هذا الفوز والناموس والتهاني. تهانينا والناموس لمالكها مشاهدين الكرام، صدى تركي بن ناصر بن صالح المري. المركز الثاني عمران بن حمد بن محمد بن مرحومه العامري. المركز الثالث، ثالث المراكز أتت اللي هي سياسة، وأول إذاعة لسياسة سعيد بن علي بن خميس العويسي. المركز الرابع، رابع المراكز من حاف جابر بن صالح بن جابر العاملي. والمركز الخامس، مشاهدين الكرام، نشوف اللي في المركز الخامس. خامس المراكز الشامخ محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. هكذا النتيجة مشاهدين الكرام. نذهب مباشرة إلى صدى، قاطع المسافة، 5 دقائق 55 ثانية، جوزين من الثانية. تهانينا والناموس لمالكها صدى تركي بن ناصر بن صالح المري. المركز الثاني الشاهينية عمران بن حمد بن محمد بن مرحوم العامري. 5 دقائق التوقيت الزمني، 56 ثانية، جزء واحد من الثانية. هكذا كانت النتيجة مع المركز الثاني لعمران بن حمد بن محمد بن مرحوم العامري. مع الشاهينية ثالث المراكز وصلت مشاهدينا الكرام سياسة سعيد بن علي بن خميس العويسي. 5 دقائق 58 ثانية، 9 من الأجزاء اللي هي سياسة سعيد بن علي بن خميس العويسي. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم.